وهم أربع طوائف، المرجئة أربع طوائف. الأولى مرجئة الفقهاء من الكوفيين والأحناف، اللي يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يدخلون العمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط. الفرقة الثانية فرقة الأشاعرة، ومن أخذ بمذهبه، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، تصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو ما تكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون لأنهم يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، هذا في من؟ الكفار. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن ما جاء به هو الحق، لكن يمنعهم والعياذ بالله موانع، إما الكبر والأنفة أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم أو الحسد، هذا يمنعهم. اليهود يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله، ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تركوه حسدا. يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل، حسدوا بني إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله. فهذا رد على الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. الفرقة الثالثة الكرامية، الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن، يقولون كذا يقولون، وهذا باطل، هذا باطل. يلزم عليه أن المنافقين أنهم مؤمنون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم يقولون بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الشهادة هذه جنة يتسترون بها دون القتل، يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم. حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأصنام، وأنتم تقولون أنهم مسلمون وإنهم مؤمنون، هذا قول الكرامية. الرابع أخبث، وهو قول الجهمية، أن الإيمان هو المعرفة في القلب ولو لم يصدق، إذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يصدق، هذا مذهب الجهمية، جهم وأتباعه. الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه عارف بقلبه فهو مؤمن، هذا قول الجهمية وهو أخص مذاهب المرجئة. وعرفنا معنى الإرجاء، وأنه تأخير الإيمان عن تأخير العمل عن الإيمان، وأنه لا يدخل في العمل، العمل لا يدخل في الإيمان، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل ولو لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل أي شيء
ولو فعل ما فعل من المعاصي والموبقات هو مؤمن، حتى ما المعاصي ما تنقص إيمانه، لو يزني لو يسرق لو، هو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ما دام انهم صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت، فإيمان أبي بكر أو جبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم، هذا مذهب المرجئة، يقولون الإيمان بالقلب وهو التصديق ولا يتفاوت، إنما هو شيء واحد. ولهذا يقول في الطحاوية على مذهب الأحناف، يقول في الطحاوية وأهله في أصله سواء، غلط، ما هو بسواء، أهل الإيمان يتفاوتون، منهم من إيمانه كامل ومنهم من إيمانه ناقص نقصا كثيرا أو قليلا، فالإيمان يتفاضل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليسوا على حد سواء في الإيمان، والعمل داخل في الإيمان في حقيقة الإيمان، من تركه، من ترك العمل تركا نهائيا ولم يعمل أبدا ليس بمؤمن، أما إذا ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أما من ترك العمل نهائيا ولم يعمل فليس بمؤمن، هم يقولون لا مؤمن حتى ما لو لم يعمل شيء، هذا مذهب المرجئة، اعتمدوا على نصوص الوعد، الوعد بالمغفرة والتوبة ودخول الجنة، وأولئك أخذوا بنصوص الوعيد.